الاستباحة جاهزة. صباحك نادي ان شاء الله. صباح الفل يا ست الكل يا كاملة. خد يا حاج ملوق الشهد ده يجلي الغمة اللي على صدرك. مطرح ما يسري يمري بألف هنا وشفا. دايم جم من صباحية ربنا. ربنا يقدرهم على شاهم. صباح الخير يا ابو الحاج. صباح الخير يا زكية. انا جاي اشتكي لك سعد ابن عم وعمايله اللي بيعملها فيا. هو بيشتكي من ناحيه وانت بتشتكي من ناحيه، عبارتكم مش فايته، انتوا الاثنين خاطرين الضرب. ايوه هما الاثنين عاملين زي نقر ونقيخ. ربنا يهدي سيفكم. ما دام بياخدها يروح السيما يبقى عليكم عوض انتوا الاثنين. ايوه يا حاج على راي المثل، قال يا قليل القيمه شايفاك وانت داخل السيما. مستلمة مني الغلة حالا. لا مش عاوز حاجة عشان ابعتها لك من المخزن. يا ريت. مستكة وفكوك وخرصة زرقاء وفلفل اسود. وانت ابراهيم عامل ايه في الدكان بتاعك؟ والله يا عم الحاج الحكومة عملت لي شغل طريق. اصلك لبخة مش عارف تجاري الجو غشيم. اما انا بقى يابا الحاج عاوز طلبيه نقل. كلم ابن عمتك اديها لك. انا يابا الحاج التحويجة مطلوبة عندي وعمال الح عشان تسعفوني، محدش راضي يغيطني. اول عبوة جاهزة هبعتها لك. بطل غلبة بقى الكل. صباح الخير يا ولاد. انت ابن مين انت؟ انا علي ابن حسين. ابن حسين. خد 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 يا ابن علي. خد خدي. طب كمان يا برحان. انا مديكي 25 قرش اهم. بس انا عايز اجيب علبة الوان عشان النهارده عندي امتحان رسم. خد. يلا يا ولاد يلا روح ضيع الفلوس بقى دي. مع السلامة يا حاج الف سلامة. الله يسلمك. على فكرة الدكتور صابر بعت تلغراف دول اللي هيوصل النهارده. الدكتور صابر راجع مصر. ايوه يا ستي سبع البرومبا هيوصل بالسلامه. وسكت على الخبر ده من الصبح وكاتم يا طول البالك. التلغراف اهو اديه لحد من العيال عشان يروح يستقبله. حاضر. يا كريم والله صبرتي ونولتي. ده هيفرح قوي لما يعرف ان انا بذاكر للثانويه العامه. طب ادفع الخبر ده لابوه احسن تراتيش وتوصل لابوك الحاج وتبقى ليلتك ليل. عندك حق يرجع الكلام ده خفيف عليه. ايه ده يا صبحيه؟ ايه يا ام؟ هتقابل عريسك بالشكل ده بعد الغيبه دي كلها؟ هم قالوا ان هو هيوصل امتى؟ التلغراف اللي بعته بيقولوا انه هيوصل النهارده بالسلامه الساعه 5. نفسي ياما اروح المطار مع الرجاله واستقبله هناك. ايوه خلي ابوك الحاج يقطعنا حتت حتت ويرمي كل حته مننا لكلاب الحار. اصل وحشتي قوي ياما. ما تشوفيش وحش يعني امك. بقول لك يا سبحان انزلي دلوقتي مع بنت خالك على حمام القرش. انا بعت احجز لك المغطس. عايزاكي بقى كده تتجلي وتتكيسي كويس لاجل ما طلعلاتي وتبقي بيضه زي الفل وعلى سنجه 10. انا هلبس الجلابيه الصفرا استقبلي بيها يا امك. سبحان ما تنسيش وانت رايحه تاخدي معاك التكته واللهله لاجل ما تجري الدمويه في خدودي. حاضر يا امه. مال سرحان في ايه؟ في العالم اللي احنا سايبينهم في مصر دول. وطبعا هيكونوا مستنيينك في المطار. طبعا ده اكيد. مش بعيد كمان يكونوا عاملين زفه وطبل بلدي. بس على فكره اول ما نوصل بالسلامه ان شاء الله زي ما اتفقنا ولا كانك تعرفيني ولا تكلميني ولا تبصيلي ولا تنبصي ببنت شافه. مش فاهمه. راجل مثقف زيك ازاي يتصرف بالطريقه الجبانه دي؟ هو مش جبن يا حياتي.
زي ما تقولي كده نوع من الاحترام. بس انت حر في حياتك، وبعدين انت مش قاصر عشان يفرضوا عليك تقاليدهم. يا حبيبتي الحريه ليها حدود في عيلتنا. يا سلام، انت ما شفتيش عم الحاج؟ عم الحاج الكبير ده لو عرف ان انا جوزتك ممكن يطربق الدنيا، يهدها من عليها الوطيه. ربنا يستر. ليه بقى؟ هو انت اتجوزت واحده مش قد المقام ولا ايه؟ اوه هنبتدي بقى نفقد اعصابنا، مش ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه ابدا. بس انا شايفاك مرتبك وما انتش طبيعي ابدا يا سوسو. سوسو؟ انا سوسو؟ ده لو سمعك عم الحاج وانت بتقولي سوسو دي هيهد الدنيا يقوم القيامه. سوسو؟ ليه بقى؟ انا من حقي ادلع جوزي زي ما انا عايز. معلش بسيرك تشوفيهم وتشوف المستعمره اللي هم عايشين فيها في الغوريه. حزن ولا التتار الهكسوس. لا يا دكتور صبر، انت اتغيرت كتير من ساعه ما ركبنا الطياره، جرالك ايه؟ الطياره دي هي الواقع اللي هيرجعني ليهم تاني. ثلاث سنين وانا عايش في حريه بعيد عنهم، مستريح من حياتهم. انا مش عايز اشوفك ضعيف للدرجه دي. انا مش ضعيف. لا انا حاسه من كلامك انك هتبقى ضعيف قدام. تصدقي بايه؟ انا الشاب الوحيد في العيله اللي كمل تعليمه ولبس افندي. كلهم عملوا معلمين بعد ما خدوا الابتدائيه. انا ليه يا عم خد الكوليرا محدش عارف يكلمه. اه مش ذنبك يا حبيبي. يا حبيبتي الناس دول في قرن من الزمان بيني وبينهم، صعب عليا قوي ان انا اقنعهم. تقصد ايه بقى بالكلام ده؟ هحتاج لوقت. يعني لازم تديني شهر على الاقل حتى اقدر ابسط لهم الموضوع واشرح لهم الموقف. انت مش كنت مفهمني انك هتقدر تنهي الموضوع ده في 3 4 ايام؟ ما اخبيش عليكي هو شهر واحد. اصل يا عم الحاج الكبير ده راجل مريض، عنده لغط في القلب. مش معقول اول ما اوصل اصدمه كده، ده ممكن يطب يقع ساكت مني تبقى مصيبه سودة. وبعدين هو اللي رباني وعلمني لحد ما بقيت دكتور. مش معقول بقى اول مريضه تثبت في موته. احنا اول ما اتفقنا كانت المده 3 4 ايام، لما ركبنا الطياره بقت المهله شهر. دلوقتي بقى انا متاكده ان شاء الله لما هنوصل مصر وتقابلهم هتبقى سنه. معقول يا حياتي؟ صدقيني الشهر اللي هغيبه عنك ده هعيش كده حياتي كلها عذاب. توصل لهم وتجيلي على طول؟ طبعا طبعا يا وحده، انا كل ليله هتسرق منهم واجيلك. بس اديني فرصه انا عشان اول ما اوصل كده عندي شويه مشاكل هناك، عندي مراس وعندي شويه حسابات، عايز اصفي الحاجات معاهم بطريقه وتدوم. سيد السادتي نقترب الان من مطار القاهره. ارجى التكرم بربط حزام المقعد بعد الزحف فقط فضى راسي والامتناع تماما عن التدخين. ولا زعبله. ايوه معلم. عاوزين نعمل ليله لله ما حصلتش بمناسبه رجوع الدكتور من اوروبا. وماله يا معلم نعملها؟ انا سيدي من هلال تمهلك. انا اعمل لك ليله ولا كل الليالي نلم فيها الصيطه ونعلق الميكروفونات وتبقى زيطه. عايزك بقى تنزل سوق امبابه وتشوف الديحه لباني. عينيا يا معلم. الو. يا شعبان. ايه؟ مركب المكسرات وصلت المينا؟ حلو. عاوزك بقى تاخد السريع وتخلص المركب بسرعه لحسن الموسم قل علينا. طبعا هتفهمي العيله ان انا هوصل بعد شهر. حاضر امري لله. واول ما نوصل سلم الطياره ان شاء الله لا تبصي لي ولا ابصي لك ولا اعرفك ولا تعرفيني. عرفت خلاص، اما نشوف اخرتها ايه. خير ان شاء الله. وخلي بالك من حكايه الشنط، ما شنط تتلخبط مع شنطك واخد شنطي وتاخد شنطك وشنطي وشنطك تبقى كارثه. لا اطمن، معلمه شنطي وعارفاها كويس. نازلين مصر ان شاء الله مش كده ولا واحد؟ على سلامتك يا دكتور. الله يسلمك يا حبيبي. خالي ازيك يا خالي؟ الحمد لله على سلامتك يا ليلى. وحشتني قوي. امال فين الدكتور جوزك؟ هيوصل الشهر الجاي ان شاء الله، اصلهم بيناقشوا الرساله اللي هو عملها. طب وانت ما قعدتيش معاه ليه؟ بصراحه وحشتني قوي بقى يا خالي. كده؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله بالسلامه يا دكتور. الحمد لله على السلامه يا اخويا. الله يضحك يا بعد. ألف حمد لله على السلامة. ألف حمد لله على السلامة يا دكتور. ألف حمد بلاد الغربة تاخدك منك. ده معقولة؟ ألف
مبروك يا حبيبتي. تعيش يا مينا. شفت ازاي البيت نور وجودك؟ البيت طول عمره منور بيك يا حاج. انا حجزت لك شقه في عماره المهندسين. والله حكايه السكن في المهندسين دي فكره ظريفه قوي. سكن ايه؟ معقوله تسيبك تسكن بعيد عن العيله؟ شقه المهندسين دي هعملها لك عياده، وهفتح لك كمان عياده هنا في الحته، على شرط انك تعالج اهل الحته كلها مجانا دون مقابل. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج. تعال بقى افرجك على الجناح بتاعك، عملت لك اخر موديل. خش برجلك اليمين ولسانك. وده بقى تلفزيون من الاول. انا كنت حالف ما دخلوش بيتي، لكن دخلته عشان خاطر عيونك انت وبس. ما تعملوش بقى سيما للحريم، اتفرج عليه انت ومراتك وبس. ما تفرجوش كمان اللي على نشرة الاخبار بس. طب ولحظه من فضلك، تعال بقى اوريك اخر تكنولوجيا. اتفضل. خش خش خش. ايه رايك بقى في سرير القبه ده؟ اشتريته لك من المزاد بتاع الملك هتلر، دفعت فيه الشيء الفلاني، لكن مش خساره فيك. والدولاب ده يا ابو دورين خشب معتبر اصلي ده. السجاد ده بقى موصلك عليه من السنه اللي فاتت، معمول غرزه غرزه. كتر خيرك يا حاج. كله من فضل الله. ربنا ما يحرمنيش منك. انت دلوقتي مش ناقصك غير حاجتين، العربيه والعروسه. الحمد لله على سلامه يا سيد دكتور صابر. الله يسلمك يا صبحي. عن اذنكم. شايف بنت عمك حلوت ودورت ازاي؟ ان شاء الله الخميس الجاي نكتب الكتاب وتدخل على طول. ايوه يا عمي، بس انا كنت عايز. عاوز ايه؟ ناقصك ايه؟ بيت العدل موجود، والعياده موجوده، والعربيه انا حاجزها لك، وان شاء الله هتستلمها بكره. مش ده الموضوع، اصل انا كنت. كنت عاوز ايه انت؟ انت يا ابني عديت ال 30، اللي زيك يستنى ايه؟ اصل انا الوظيفه. وظيفه؟ اللي زيك يوظف دكاتره، مش انت اللي تستوظف. ايوه بس الخميس اللي جاي ده هيبقى مستعجل قوي يا عمي، انا بس عايز اشم نفسي. تشم نفسك ده ايه؟ اوعى تكون عملتها واتجوزت في لندن. حاشا لله يا حاج، معقوله برضه نعمل حاجه زي دي؟ لا طب ما بلط في الخط ليه؟ انت عاوز البنت تعنس من جرايرك؟ لا مؤاخذه، اصل حضرتك فاجئتني. فاجئتك ده ايه؟ البنت مربوطه باسمك من صغرها. قصدي يعني فاجئتني بتحديد الميعاد. هتتجوزها يوم الخميس الجاي، يعني هتتجوزها ماذا والا؟ لا انت ابن اخويا ولا اعرفك. مالك لحد قفل الشر؟ تعبان شوية. ما انت كنت كويس من شوية وزي البرلان. ايوه تعبت دلوقتي. ابعتلي هاتي الدمرجي يدينا هنا. هو دمرجي ليه؟ ما الدكتور صبر رجعنا بالسلامة، اسم النبي حاسه وصايب. يكشف عليك وان شاء الله في ايديه الشفاء. دكتور صبر الحق نكشف على عمك. ماله؟ رجعنا للدور تاني. عالي ليه كده؟ عالي ولا واطي؟ ربنا ياخدني عشان استريح من وشكم الحكر ده. الله الله الله،
تزعلان مني ولا ايه؟ لا فرحان مني، عملتك بني ادم وانت عاوز تعملني مضحكه في وسط الخلق؟ ده نتيجة العلام اللي علمته لك. كل الزعل ده يا عمي عشان طلبت منك تأجيل جوازي من صبحية شهر. لا انت ما طلبتش شهر، انت مطوحتني في الكلام. لا يا عمي انا كل اللي طلبته شهر واحد مفيش غيره. ورسمته ايه الشهر ده؟ انا اكون خلصت مشاكلي وبعدين عشان اتفرغ للعروسه وشهر العسل. انت ما عندكش مشاكل يا عمي، انت قصدك ما عندكش فكره عن اللوصه اللي هلوصها لحد ما استلم الوظيفه. ووظيفه ليه يا ابني؟ حرام عليك، هي الحكومه بتبل ريق مستوظف عندها؟ الوظيفه مركز يا عمي، هبقى استاذ في الجامعه. لا يعني هيدوك كام يعني؟ مش مساله يدوني يعني، انت عارف الحكومه ما بتديش فلوس يعني. لما حيس وراها ليه؟ انا حيس وراها لان لما ابقى استاذ في الجامعه دي هترفع من قيمه الفيزيتا في العياده عندي. صح يا واد يا دكتور، كانت فايتاني الحكايه دي. انت عارف حضرتك دكتور الجامعه دلوقتي الفيزيتا بتاعته وصلت 50 جنيه، انما الدكتور لسه متخرج 10 جنيه لما يكاكي. بس هو حسك عينك تاخد حاجه من اهل حتتك يا واد يا دكتور. معقول يا عم الحاج؟ ده انا هكشف عليهم وهصرف لهم الدواء كمان مجانا من عندي. هي دي الجدعانه. ولا انا بس عايزك تاخد بالك من صحتك لان الضغط ابتدى يتعب القلب شويه. لا انا رحت في الشغل، انا يوم مبرك بيزيد عليا العين. يا عم ربنا يخليك، احنا كلنا عايزينك وكلنا محتاجين لك. الشغل يا ابني ده حياتي وروحي، المهم تشوف نفسك انت. وعاوزك بقى تتجوز صبحيه وتخلفوا العيال، عاوز افرح بيهم. ربنا كبير يا عم. اوعى تفتكر ان صبحيه دي جهله، دي بتذاكر الثانويه العامه. العيال فتنوني وانا طنشت عشان اخلي التوبه من توبك كده. الدواء ده مش مظبوط يا عم، غلط. دواء انت؟ مش هخف لما اشوفك في الكوشه انت وصبحيه. يا عم الحاج اعتبر الموضوع ده منتهي خلاص، بس انا عايزك تاخد بالك بقى من صحتك وسيبك من حكايه الدكانه دي خالص. ازاي بس؟ والدكان ده امتى ومركزي؟ يا عمي ولله الحمد العيله مليانه رجاله، واي واحد فيهم يتمنى يقوم مكانك. بلاش كلام فارغ، انا عالي على مكتبي في وسط مملكتي بالدنيا كلها، انما وعالي في البيت هيأثر عمري. انا طالب بس من حضرتك تريح نفسك اسبوعين او ثلاثة، لان انا شايف صحتك متأخرة شوية. غالي والطلب رخيص، اذا كان على المدة الليلة دي انا ما عنديش مانع. تعبانه يا نينا وسنه خلاص ما عادش يستحمل ده، لازم يستريح. غصب عني يا دكتور، الحمل على كتفه تقيل قوي. ما العيله مليانه رجاله كلهم زي العجول، اي واحد فيهم يسد بداله. طب ما تسد انت يا دكتور. معقول يا نينا؟ ما انا عارفه انه مش معقول. انا رايي سيب حكايه الاداره دي لاي حد من ولاد العيله. حسك عينك تقول كلمه زي دي؟ لحسن يسمعك ويزعل منك ويفتكر انك عايز تخلعه من الاداره. يا نينا الحاج صحته تعبانه قوي. البركه فيك يا دكتور، أو أنت تعالجه لحد ما يسترد صحته ويرجع لإدارته. علاج من غير راحة ما ينفعش. أنا لازم أدخله المستشفى، أعمله أشعات وتحاليل وفحوص لأنه بالتأكيد محتاج لعناية مركزة. يعني لازم تنكد على نفسك في اليوم ده؟ إن شاء الله الحد هيخف ويبقى عاد. دي حالة زي كل الحالات اللي بتجيلي. والبركة بقى في الدكتور صابر. أوعى تجيبي سيرة الاسم ده على لسانك تاني. نعم لحقت الزمزائي ده ما بقالوش ساعتين زمن واصل. يا ريته ما كان رجع ولا كنت حتى شفته. لازم قال لك كلمه تزعلك. لكن امتى ده؟ ده انت يا دوبك رميتي عليه السلام. سيبيني في قلبي اللي انا فيه بقى، هاسيبك؟ هو ده معقول؟ لازم تقولي لي وتفضفضي. والنبي والنبي النبي لازم اعرف. اتفضلي. لقيت الصورة دي في شنطة هدوم. يا لهوي دي، الله يكون في عونك يا بنت خال. طب وريني يا زكية أعمل إيه؟ أتصرف إزاي معاه؟ تعليل الحرب عليه، تعملها له فضيحة بجلال واللي ما يشتري يتفرج. بقى معقول أبويا الحاج يبقى في الحالة دهية وأنا فضفض على نفسي الكلام زي ده علشان يروح فيها؟ اصبري يومين ثلاثة لحد الحاج ما يشم نفسه. ولا مين اللي طبرني الكام يوم دول؟ ده أنا بغلي وبفرك. فيش غلك فيه. الفرسين نشفي دمه، ده هي تغمه. بس ما يخرج من عند ابويا الحاج طلع. هو في شقته دلوقتي؟ لا، وصل لحد الاجزخانه وزمانه جاي. قبليه علشان تشبعي ولا فيه.
انا بيتهيألي اقول لامي. ما تستحش الموضوع، استني شوف هو الاول هيقول لك ايه. مش جاي تتجوزها جواز خواجاتي وبعد كده هيفك نفسه منها؟ مش هغفرها له. الو، ايوه صبر، انت فين؟ ما كلمتش ليه من بدري؟ ما تاخذنيش يا روح، انا اصلي الحاج لقيته تعبان شويه فانشغلت معاه، ده انا حتى بكلمك من الاجزخانه. طب اشوفك بكره ازاي وفين؟ اوكي الساعه 10. خلي بالك من نفسك يا حبيبي، مع السلامه. يا ترى مين اللي هيعرف انك وصلتي وبيكلمك في التليفون؟ ده دكتور زميلنا كان راجع معايا على نفس الطياره كده. وزميلك تقولي له خلي بالك من نفسك برضه يا حبيبي. قولي لي يا ليلى، مين اللي كان بيكلمك وهتقابليه بكره؟ ده الدكتور صابر جوزي. الله، طب لما هو موجود ما قلتلناش ليه؟ المفروض نتعرف عليه. اصله عنده شويه مشاكل في العيله وكان عايز يتفرغ لها. ولا برضه كان يقدر يجي ويقابلني واتعرف عليه؟ بصراحه يا خالي عيلته ما تعرفش انه اتجوزني في لندن. انت بتقولي ايه؟ ما هو الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ ليه؟ هو كان يتجوزك من الشارع ولا ايه؟ اصل اهله ناس صعب قوي. ولو انت اللي اسمك بنت وقلت لنا انك انت اتجوزتي. هو راجل مش قادر يواجه اهله ويقول لهم انه اتجوز؟ على اي حال انت اللي اخترتيه. وانت حره فيه. وانا يهمني قوي ان انا اشوفه واتعرف عليه في اقرب وقت. ان شاء الله. حمد لله على السلامة يا دكتور. الله سبحانه. لسه صحية ولا ايه؟ طب تعالي معايا بقى عشان اديلك الهدية اللي جبتها لك من لندن. الهدية وصلت يا دكتور. الله، انت خدت البلطو اللي جبته لك بقى. وفره للهانم بتاعتك. تقصدي ايه يا صبحي؟ قصدي انت عارفه كويس قوي يا دكتور. مش فاهم. فهمت دلوقتي؟ انت جبت الصورة دي منين؟ الحدايه رمتها لي يا ابن عمي. تقدر تنكرها دي؟ الصبحيه انا مرتبك، انا في ظروف صعبه. ما كانش العشم يا دكتور. انا لما هشرح لك الظروف هتقدري موقفي. اقدر موقفك؟ وانت ما قدرتش موقفي ليه؟ 25 سنه وانا موقوفه عليك. فتحت عينيا لقيتهم بيقولوا صابر لصبحيه. فضلوا يقولوا صابر صابر لغايه ما بقيت في دمي. كنت بنام احلم بيك وهو ما فكر فيك. تيجي دلوقتي تطلب مني ان انا اقدر موقفك؟ صدقيني انا بحبك يا صبحي، بس زهني يا اختي، ايه الفرق بينك وبينها؟ وانا صغير كنت بلعب معاكي وبلعب معاها، ما كنتش اقدر افرق بينكم. لما كبرت شويه عرفت انك مش اختي، عرفت انك بنت عمي وبنت خالتي في نفس الوقت. ساعتها قالوا لي هتتجوز صبحيه، ما كنتش اعرف يعني ايه معنى الجواز. ولما عرفت عفرت عليا؟ انا ما عفرتش ولا حاجه، بس خلاص انت بقيتي زي اختي هنيه. وليه ما قلتش الكلام ده من بدري؟ سبتني افكر فيك واستناك. الخوف يا صبحيه هو اللي خلاني اسكت، انا ما كنتش اقدر اقول كلمه زي دي قدام الحاج. وانا مين اللي هيرجع لي عمري اللي ضاع مني؟ هقدر حطيت كل املي فيك وانت ضيعته. صبحيه احنا لو كنا اتجوزنا كان جوازنا ده هيأثر على خلفتنا. انت ما يتردش عليك، انا هسيب ابويا الحاج هو اللي يرد عليك. لا 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 استني. الا كده ايه؟ انت خايف منه؟ انا مش خايف منه، انا خايف عليه. حالته الصحيه ما تسمحش انه ينفعني. ثم انا ما عنديش مانع انك تقولي له، بس بعد شويه. انا اللي هقول له، بس لما صحته تتحسن حبتين برضه انا اللي هقول له. تبقى عايزه تموتيه، عايزه تقضي عليه. ثم ده مش هيغير من الموضوع في شيء، انا خلاص اخترت الزوجه اللي تناسبني. ثقافتها زي ثقافتي وفكرنا متقارب. خلاص يا دايت مش عيبة. صبحيه انا عايز ارفعك بمنزله لاختي، انا ما اقدرش اقبلك كزوجه ابدا. انت عارف معنى الكلام اللي انت بتقوله ايه؟ معناه ان انا ما اتجوزت ابدا. مين اللي اتجوزني بعد ما يعرف ان انا طول عمري ما بفكر فيك والعيله كلها عارفه كده؟ الموضوع خلاص يا زكية، علي العوض ومن العوض فيه.
اعترف لك يعني؟ ده بارس وقلبه ميت. يبقى ما فيش غير اننا نشتكي لابويا الحاج. عايزين ازود على ابويا الهم فوق هم عليا؟ ما كفايه اللي هو فيه. يعني ايه؟ هتفضلي ساكته كده؟ مش عارفه يا زكيه. امرنا لله. اصبري يومين ثلاثه لحد الحاج ما يشم نفسه وبعدين قولي له. وايه فايده بس قولتي ليه؟ خلاص يا زكيه كل شيء انقضى وراح لحاله. الكلام ده غلط. انا لو منك ما فرطتش في حقي ابدا، حتى لو علقوا لي حبل المشنقه. خايفه العيله تتقسم على بعضها وتحي دم سرها. انا سبب بقى في الفركشه اللي هتحصل دي؟ لا فركشه ولا حاجه. كل اللي هيحصل ان الراجل الكبير هيزنق صاحبك في خندقيات لحد ما يطلقوا منها ويجوزك ليه. اخده بعد العمل اللي عملها فيا دي؟ ياخده بعده. هتاخديه وان شاء الله ربنا يجعلك من النساء. خلاص يا زكية انا كرهته. كرهتي؟ طب عيني في عينك كده يا بنت. يا زكية مش وقت هزار دلوقتي. يوم انا ما بهزرش يا بنت. معقول حب السنين دي كلتها يضيع وينمحي كده في لمح البصر؟ لا صحيح انت زعلانه منه واخده على خاطرك، لكن الحب لسه في القلب. وعلى راي المثل حبيبي عمايله تنشق لها تياب، ولما يرجع اصالحه بالعتاب. وعجبي طعم يا زكيه. يعذبني حبيبي وكل ما يعذبني احب اكتر، ونسقاني الم ازعق واقول له يا سكر. تفتكري هيرجع لي حبك الاصل حتى لو كان حبيبك قليل الاصل؟ بس تتجوز عليا وسابني وماله؟ خليتني اجرب حب تاني علشان يعرف انت الحب الاولاني. صبريني يا زكيه. يا عيني على الصبر. الصبر احسن دواء للي قلبه انكوى. وايه اخره الصبر؟ الصبر مر لكن فيه الشفا. ادوق طعمه يعذبني وكل ما تعذب في هواه يعجبني. وعجبي اهلا يا ليلى. اقدم لك خالي الدكتور جلال الشاذلي. اهلا اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل. ده ايه المفاجاه دي يا ليلى؟ ده مش كنت تقولي لي؟ الحقيقه ليلى قيتي على كل مشاكلك مع اهلك، عشان كده جيت لك نتفاهم مع بعض ونشوف حل لحكايتكم. مفيش مشكله ولا حاجه، الموضوع واخد مساره الطبيعي. انا بس كل اللي طالبه منكم اصبروا عليا يومين ثلاثه. ويا ترى صرحت اهلك بموضوع جوازنا؟ والله انا رجعت لقيت عمي اللي هو الكبير العيله، لقيته في حاله صحيه متاخره قوي. انا خفت اصدمه. اعذروني انا في كرب ما يعلم بيه الا اللي خلقني. لا يا سلامتك. هو عنده ايه بالظبط؟ هبوط في القلب، الكلى حالتها متاخره قوي. راجل في سنه ده لو اصيب بصدمه ممكن تبقى خطر على حياته. تصدمه بايه؟ موضوع جوازنا. اعذروني اصل عمي دقه قديمه وكان عاوز يجوزني لبنته. انا في مطب ما تحسدش عليه. طب وبعدين يا دكتور صبري؟ المفروض ان ليلى تستقر. والله يا فندم يعني انا شايف ان انا لازم ننقل عمي المستشفى عشان نعالجه ونشوف حالته. طيب هتقولي المستشفى عندي وانا هعالجه بنفسي. يا فندم انا شاكر جدا. شد حيلك يا ابو الحاج. كل على الله يا بنتي. ربنا يديني طولة العمر واشوفك في بيت العدل مع صابر وافرح بعيالك. كل شيء اسمه ونصيب يا ابو الحاج. لا لا خلاص انا اتفقت مع الدكتور صبر، كلها شهر ونزفك عليه. بس ام العائلة نفيدة. بالسلامة ان شاء الله. صباح الخير يا عم الحاج. ازيك النهاردة يا عم الحاج؟ كله بامر الله يا ابني. نشوف النبض كده بقى ونطمن عليه. أنا خلاص اتفقت مع صبحية إنك هتكتب عليها أول ما خف وبالسلامة إن شاء الله. النبض أنا مش مرتاح له النهاردة يا عم. يعني ما جاوبتنيش على سؤالي. لا كله تمام إن شاء الله، بس ما تقوم بالسلامة بإذن الله. هتبقى ليلة الصبح بإذن واحد المحد. أنا شايف إن من الأصلح إن إحنا ننقلك المستشفى. يا ابني ما أنا قاعد في داري وكفاية إنك سهران عليا. لا يا عمي أنا شايف إن المستشفى أحسن بكتير، هناك في رعاية، هناك في أجهزة، وبصراحة كده أنا خايف الأزمة تفاجئك وأنت موجود في البيت.
اللي تشوفه يا ابني. وبعدين هناك انا شخصيا هكون سهران على رعايتك، ده غير زمايلي وغير اساتذتي اللي هناك. انا من ايدك ديل لايدك دي. المهم يا ابني اقف على رجليا واحضر فرحكم. اتسبب له بصدمه، ده اول مريض اعالجه، معقول اتسبب في موته هو عمي؟ المهم دلوقتي نعمل له تحاليل واشعه على الكلى ورسم قلب عشان نمشي على العلاج مظبوط. اوكي، بس ارجوك يا دكتور ما تخليهوش في حالته دي يحس بحكايتي انا وليل. وده معقول يا دكتور صبر؟ احنا بالشكل ده نبقى بنقضى عليه؟ شكرا يا دكتور. تلعب. نكسب الوقت الضايع ده ونشوف شقة ونفرش. وانت امكانياتك تسمح بكده؟ طول ما عمي راضي عني بكل اللي انا عاوز احدهولي. يعني لو عمك عارف حكايتنا مش هيبقى راضي عنك؟ وايه اللي هيعرفه بس؟ ده معناه ان حياتنا هتفضل متعلقة الشهور دي لغاية ما تخلص الشقة. يا حبيبتي ما بشكل او باخر لازم ندور على شقة عشان نفرشها. انا بصراحة كده شايفاك عمال تمطوح. الاول طلبت مني مهلة 3-4 ايام وبعدين مدتها لشهر، ودلوقتي قاعد بتلمح ان الموضوع بقى عايز شهور. الشفا ان شاء الله. وحضرتك استاذ الدكتور صابر؟ لا طبعا، صابر كان احسن واحد في دفعته. والذكاء واضح قدام معاه، هو اللي علم نفسه بنفسه. حكيم انا ما علمش عيالي الا لغايه ابتدائيه، العيل من دول ياخد ابتدائيه وروح فتح له محل عطاره على طول. لو كان الدكتور صابر قاعد في محل العطاره بتاعه كان زمانه عنده عمارات. ايه ده؟ هو الدكتور صابر كان عنده محل ولا ايه؟ اكبر محل عطاره في السبتيه، لكن الاعلام هو اللي بوظه. بقى المحل بتراب الفلوس. على العموم الدكتور صابر دلوقتي بقى استاذ كبير يفخر بيه اي رب اسره. بيني وبينك انا فرحان بيه. ولو ان الاعلام خلى سلوك الادب والقشة ضربت في مخه ما بقاش يوقرني. وانا اكره ما عليا العيل اللي يفرط عياره. لا صابر دلوقتي مش عيل. ده دكتور كبير. دكتور كبير بس مش عليا وعلى اهله وعلى اللي خلفوه. ايوه بس الدكتور صابر انسان مؤدب ومهذب جدا. اي نعم مؤدب ما قلناش حاجه. طيب امال ايه بقى اللي مزعلك منه؟ مش عاوز ياخد بنتي اللي هي بنت عمه. لكن بعون الله هيتجوزها ورجله فوق رقبته. ما يمكن ما بيحبهاش يا حاج. الحب في شرعنا يجي بعد الجواز مش قبله. حتى يبقى اللي تقدر. ايوه بس الدكتور صابر من حقه انه يختار شريكه حياته. لا لا احنا ما عندناش حد يتجوز بره العيله. ثم البنت مرهون عليه وهم الاتنين في اللفه. طيب طيب بلاش الفعل، لان الفعل مش كويس علشانك. مالك يا بنتي؟ انت مش عجباني ابدا اليومين دول. شكلك دبلان كده وما تشوف زهار. لا ابدا، اصل انا مقهور على ابويا. لا بقى دي مش قهر،
انت من كده وعماله تهوي تنكتي. قولي لي يا دناي قطع الغم وسنين يوم ما فيش حاجه يوم. طب انا عايز اسالك سؤال تاني، انت ليه مش مديها الدكتور ريق حلو اللي يشوف لعفتك عليه قبل ما يرجع من السفر، ما يشوفش عكننتك دلوقتي؟ يا ريتني ما كنت فكرت فيه ولا كنت استنيتها حتى. قولي كده بقى، انا دلوقتي بس عرفت سر عكننتك، الدكتور راجع من بره متغير مش كده ولا انا غلطانه؟ شاف له سكه تانية. يا ندمتي تفهمي من بقك يا بنتي، ما تجيبيش السيره دي على لسان التاني. الدكتور صبر اتجوز ياما يوم حق بطلوده واسمعوده، مش ممكن ده يحصل، انا ما صدقتش. هو اللي اعترف لي بعظمه لسانه. استعجب واحط العجب ريحي. مش مصدقاني؟ طيب العينه بينه واللي ما يشتري يتفرج. فرجي ادي صوت اهي مع السميره المخفيه اللي لاف عليها. لو كسبت فيك يا صابر يا شمت العدوين فيا، جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. اتاريكي يا بنتي عامله زي الورده الدبلان، ولا اقول مالك مشروفه كده ليه؟ مالي عند الله ياما. واللي عند الله ما يضيعش، هيتجوزك ورجل فوق رقبته. لا ده في المشمش بقى، لو ابوك الحاج عارف حاجه زي دي اكيد هيخلص عليه قطع العلام وسنينه. ابويا الحاج ما يعرفش حاجه خالص، هيبقى يومه الاخير لو ابوك الحاج عارف السر ده. هو ده اللي انا حامله همه ياما، من كتر خوفي ما بنامش طول الليل. صبحي تحبي اكلم انا دكتور صابر؟ الكلام خلاص ما منوش فايده. لو انت كلمتيه. ايوه كلمته. وقال لك ايه؟ صابر خلاص قلع برقه والحياه، بقى باجس وما يجوز في عتاب. اكيد الراجل ده معمول له عمل. هما الخواجات بيفهموا في الشبشبه. اللي متجوزها بالتعرف مش خواجاي. انت جبت الكلام ده منين؟ لابسه مصحف في صدرها، خدي شوفي وانت تعرفي. لاحظتيها يا سيدي؟ انا عايز اعرف تجيبها منين وهو بعيد كده وفي اخر بلاد الدنيا. النصيب غلاب يا بنتي. انا مش عارفه عجبوا فيها ايه المضاد ده، هي الرفيعه اللي عامله زي عصعيص النقريه. يعني اللي ينوني قطر من قطرها. هجيب قطرها منين؟ بقول لك ايه يا صبحيه، احنا ناخد قطر من عنده ونعمل له عمل بالصد والرد ونخليه ما يقبلهاش حتى وهي ماشيه على الارض. ازيك النهارده يا عم الحاج؟ الحمد لله. دكتور جلال ده دكتور عظيم وشاب، وان شاء الله الشفاء هيكون على ايديه ان شاء الله. شفت بقى ازاي فضلت تهمل في صحتك لحد ما صحتك اتاخرت؟ ما انا كنت مستنيك لما ترجع علشان تعالجني. احنا كلنا خدامينك يا عم الحاج. على فكره انا كنت عاوز شويه معونات ماليه. وجينا ليه؟ ما تروح للحاجه هي اللي معاها الغله. اصل المبلغ كبير شويه. وانا يا ابني عمري قصرت معاك في حاجه؟ انا هي العياده دي مش عايزه اجهزه طبيه. طبعا عاوز اجهزه طبيه. انا كل اللي انا عاوزه 30,000. طيب روح لخالتك الحاجه خد 30,000، واذا ما قضوش خد من اللي انت عاوزه. ربنا يخليك لي، ربنا يخليك لي. شفت يا ابني بقى انا ما قصرش معاك في حاجه، بس انت دايما تعصى امري وتسوح في حكايه جوازك من بنتي. اهلا بالحكيم باشا. الدكتوره ليلى بنت اختي. ما شاء الله، عقبال ما اشوف ولاد صابر دكاتره زيها. الدكتوره ليلى زميلتي ودفعتي يا عم. ما شاء الله، ربنا اكرمها زي ما اكرمني فيك. لو الحقيقه انا كمان ناوي اسيب لها المستشفى واستريح انا بقى كفايه كده. انت معقول يا دكتور جلال؟ هي اسم تانية تستغنى عن الدكتور جلال؟ لا ما هو كمان الدكتور صابر هيبقى معانا في المستشفى. انا بمشيئه الرحمن حابب اسم تانية زي دي تمام، اصل ده مشروع ناجح. وهسلمها للدكتور صابر، اصل ده تاجر ابن تاجر. طبعا اذنكم، عندي حاله ولاده مستعجله. يا دكتوره ولا داي؟ لا دكتور يا عمي. طب ان شاء الله تولد مراتك بعد ما تتجوزها. وخلصت على احساسه. حي سيبوا صابر في حاله، صبحيه مش ممكن تبقى حلال. يعني مفيش امل لفك العمل؟
لعمل في ايد سلطان من الجان البقري مفيش في قلبه حنان. مستر جان نقع في عرضه يمكن قلبه يحن. وين 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 هو عشرون ابن ملك الجن ليك حيلة فيه من النتيجة. الحارس ده مهره غالي ولو حضرناه هيطلب ويغالي. قلت ايه يا حجة؟ حضر يا اخويا وما يهمكش. عيني نحضره بس يا ليت نعرف نقدره. حي عايزه ايه يا صبحية؟ لا يا ما ده بيكلمني. ردي عليا ده نايم. مستحية ولا ايه يا صبحية؟ خرابي اقوله ايه ده؟ قولي لي على في بالك انا ولد مراد. ما هو اللي في بالي انت عارفه. عايزه فاضل يا بنت الاتاك. ما انت عارف اهو. صابر حكيلك يا صبحية بس تعيد النية. عقدها والنبي عقدها. سبع عزاوج ومية وخاتم وفرصه الثغي من عينيا الاثنين. وعنده بيض وعمشها مسود غالي والطلب رخيص. وبس تزار تقلب الطلب. قلتوا ايه؟ هتبقى ليله ولا كل الليالي. خرافات دي يا عمي. اخلص يا جاي. انفعال الزار خطر على قلبه. عشان كده هربت ما قدرتش اقعد. حسيت ان في جريمه قتل هتحصل في البيت. يا ريت تشوفي لي حبايه فاليوم مهدئه من عندك. حاضر. اعصابه. تصور ان انا النهارده ولدت خمسه في ساعه واحده لما خلاص اعصابي اتهدت. اعصابك؟ فعلا حبيبتي اعصابك تعبانه قوي قوي. يعني لو كان لينا بيت دلوقتي مش كنا رحنا استريحنا فيه؟ اسمعي. ما تيجي نروح المستشفى شوف لنا اوضة فاضية هناك ولا حاجة نقعد فيها شوية. والله فكرة. كان اعصابك تهدى اكتر. يلا اتفضل.
متشكرين قوي. اخيرا تعالي يا بيضه. عشان ما يقلقوش. نام على الجنب اللي يريحك وانت من اهل. اكيد بيت عنده. ان شاء الله يا رب تطفحوا. انا ما عنديش رجاله تبات بره البيت. مش كفايه النوم ان نمتوا بعيد عننا؟ مؤاخذه عامل امبارح لا يمكن كنت اقدر انام، كنت عاملين زيت ما اعرفش الزريسكو ده ولا ايه. الراجل اللي بات بره بيته حاجه من الاثنين، يا اما عياره مفلوت يا اما عنده شغل، وانت لسه ما استلمتش الشغل. لحتى صبحية تتخض عليه ليه يا ابني؟ تنكد عليها وتولد عندها الغيره. انا اسف يا عامر. شايف الشبكه دي؟ حلوه. لا مش دي مش دي مش دي، خد. ايه ايه، يلا روح فرح بيها عروستك، دي قاعدة جوه ما نامتش طول الليل. طب حاضر يا عم. مالك بتتكلم ونفسك مسدودة ليه؟ ابدا يا حاج، انا اصلي تعبان وما نمتش امبارح. وايه اللي تعبك يا دكتور؟ القلق ولا الهلس؟ انهي من الاثنين يا دكتور يا بتاع بلد بره؟ غور غور من وشي. روح قدم الشبكة لعروستك يمكن بترضى عليك. دير اخر زمن. الحاج بعت لك الشبكه دي يا صبحي. طب امشي بقى من قدام الساعه دي احسن، انا خلاص فاق بيا. صبحي يا عقلي بقى، بلاش فضايح امال. يعني يا شغل دول اخرج منها؟ طب اهو اوعى عينك كده. مالك يا معلم؟ جايب لي الشبكه اسم النبي حارسه، جاي يفرحني ياخد غور بشبكتك السودا. هي بنتي بس تحسي تعملي معروف، بلاش فضايح. صبحيه ما كنت بعقلك يا بنت الناس. خلاص مش قادره، هيجنني بقى مايله فيا. لا بقى مش كده، دي مش عيشه، دي ملعون ابو الجواز على عايز يتجوز. ده انت تغوري في 60 دقيقه. سامع؟ ده لو مفيش في الدنيا غيرك انت يبقى لا والف لا كمان. اخرس يا كلب، قطع لسانك. انا مش كلب يا عم، وما اسمعلكش تقولي كلب. وكمان بتعلي صوتك عليا يا عديم الربح. حاج يا حاج، مالك يا حاج؟ مالك يا حاج سلامتك يا حاج؟ ايه اللي عملت فيه ده؟ ربنا يديل منك. اوعى تكون جواه حاجه جواه حاجه. لا خير بفضل الله. لا شكلك ما بيقولش كده ابدا. اصله طردني الراجل ده، هيجرى له حاجه من تحت جرايرك يا اخي. ما تردي وتتجوزها، الراجل
الشهر مش مخلي على جهده جهد وعمال يجيب لك كل طلباتك وانت مش عايز تحقق له طلب واحد نفسه فيه. دكتور سامي، دكتور سامي شوف نتيجة التحاليل. طب انت شايف ايه يا دكتور؟ لازم عملية. اللي تشوفه. ايوه بس الراجل حالته النفسية وحشة قوي ومش ممكن يدخله اوضه العمليات وهو بالحالة السيئة دي. المصيبة ان انا حاسس ان انا السبب في ده كله. يمكن ده الشيء اللي مأثر فيه وحاسس في نفسه. اهو زعله ده مولد عنده رغبة اكيدة في الموت. وإذا دخل غرفة العمليات واتحط تحت أجهزة البنج والرغبة دي عنده مش هيساعدنا أبدا، خصوصا إن العملية صعبة جدا وحساسة زي ما أنت عارف. اللي مجنني إن أنا عارف إيه الشيء اللي يساعده يخليه يرضى عني. طب ما بتعملوش ليه؟ يا ريت كنت أقدر أعمل الشيء ده. وإيه اللي يمنعك؟ اعتبارات كتيرة تمنعني. متهيألي مهما كانت الاعتبارات في حياة عمك أهم. أيوة بس لو حضرتك عرفت إيه هو اللي تصدر. حاضر، أنا عارفه بالظبط. ده عايزني أتجوز بنته. ومال؟ إذا كان ده يساعده فأرجوك تتجوزها فورا. والدكتورة ليلى؟ الدكتورة ليلى مش هيساعدها إنك تكون السبب في موت عمك، وبالتالي مش هيساعدها إن أنا أتجوز عليها. ما دام عارفة دوافع الجواز يبقى أكيد هتقدر موقفك، خصوصا إنها اتحرمت من أمها وأبوها وهي صغيرة. بشكل أو بآخر الموقف ده هيأثر على سعادتنا وعلى حياتنا الزوجية. أي دكتور بيعمل المستحيل في سبيل إنقاذ المريض اللي بيعالجه. وما تنساش إن ده عمك. حضرتك بتقول الكلام ده عشان تختبر مدى حب الليلة؟ لا ابدا يا صبر، انت مش في حاجه لاي اختبار، لاني واثق انك بتحب ليلى فعلا. طب ازاي هعيش معاها وانا قلبي موزع على واحده تانية؟ احيانا الطبيب المعالج بيلجا لوسائل صعبه جدا عشان ينقذ مريضه. انا شخصيا يا صابر اعرف دكاتره كتير قوي اتبرعوا بدمهم وباجزاء من جسمهم واعطوها لمرضاهم علشان يشفوا. على العموم انا هحاول احقق الرغبه دي لعمي، بس هفهم البنت ان الجوازه دي لهدف معين، يعني مجرد عقده بس عشان نمرر الراجل من محنته. هي بس هي هتوافق على الكلام ده؟ لا البنت خلاص ما عادتش بتحبني، خصوصا بعد ما عرفت ان انا اتجوزت غيرها. حتى اذا هي وافقت على صفقه الجواز دي هتوافق وهي مرغمه عشان نفس الاسباب. لا لا وستين لا كمان. طب ليه؟ ليه بس يا بنتي؟ انت مش عايز تتجوزني عشان خاطري؟ ده عايز يتجوزني عشان خاطر ابويا الحاج. ما هو انت لو ما اتجوزتهوش هتقضي على ابوك الحاج. اذا كان عايزني انا يطلقها هي. صبحيه احنا مش لازم نزعل ابوك الحاج مننا. انا بقى بكرهك، انا اللي مش عايزاك، انا مش طايقه اشوف وشك خالص. لاحظي بقى اني لولا الحاج انا ما كنتش اتقدم لك ولا كنت افكر فيك بالمره. وهتعيش معايا ازاي؟ وباني وش وانت قلبك مع غيري؟ اسمتي حظ المهابب اللي حطني في الموقف السيء ده. انت مش بتقول ان انا زي اختك؟ طب هتتجوزني ازاي؟ انت فاكره ان جوازنا ده هيبقى جواز بالكامل؟ لا ده ورقه، حته ورقه كده عشان افرح بيها الحاج. يا لهوي على ورقه. طب امشي امشي بقى، امشي بقى من قدام. صبحيه ليه كده يا صبحيه؟ يا ريت ما تغصبنيش عليه. يا بنتي ده انت بتحبيه. نسيتي الراجل اللي رحنا له عشان يشوف قطره؟ كلامه بيهني وبيجرح كل احساساتي. صبرك بالله، صبرك بالله يا بنتي، لازم ناخد المشوار خطوة خطوة. والحمد لله العمل اللي عملناه له جاب نتيجة. النهاردة يكتب عليكي، بكرة يكرهها، بعد بكرة يطلعها. خليكي سياسية يا صبحية وخدي حقك سنة سنة. وده احنا وراه بعمل يطرد عمل لحد ما يبان المراد من رب العباد. حاضر يا مينا. اهلا دكتور صبر، فكرت في اللي قلت لك عليه؟ ايوه بس بشرط الدكتوره ليلى ما تاخدش خبر. يعني اهو كده يبقى اخف الضررين. جوزها 3 4 اشهر لحد ما الراجل يعمل العمليه وصحته تتحسن وبطلقها. ايوه ما تنساش يا دكتور ان قانون الاحوال الشخصيه الجديد بيحتم على زوجه انه يقول لمراته انه هيتجوز عليها. من حسن الحظ ان البطاقه بتاعتي لسه شخصيه ما هياش عائليه. ما انا عارف انت اصلا اتجوزت في لندن. على اي حال يلا خلصنا من الموقف اللي احنا فيه ده علشان نعمل عمليه فورا. يبقى لازم الليله نجيب مأذون عشان عمي يطمن ان احنا نفذنا رغبته. بس تبقى مصيبه لو الدكتوره ليلى تبقى موجوده في المستشفى. ارجوك تبعد ليلى الليله عن المستشفى باي طريقه وباي شكل.
هو الحقيقه الخوف مش من ليلى، الخوف من الممرضين احسن يفتنوا عليك. خلاص دي تبقى كارثه. لا كارثه ولا حاجه. على اي حال انا هعمل طريقه ما تلفتش النظر، هخليهم ما يعملوش كده. يلا اجي انت هات الاولاد. هجيبها هي وامها والمأذون واثنين شهود من رجاله العيله. لا لا كفايه شاهد واحد، لان انا الحقيقه هكون الشاهد الثاني. يا عبيطه عينيك حبيبة من كتر البك. معقوله مين ده يبقى يوم فرحي؟ فرحك الحقيقي يوم ما يخرج ابوك الحاج من المستشفى وهو معاك. نادر عليا اللي عامل لك زاد، فمحدش عمل. يلا يلا يا اخواني قبل ما الحاج يروح عليه نومه، ويكون في علمكم لا زغاريط ولا طبل ولا اي زيت عشان ما نزعجش العيانين ولا الحاج. هو حد فينا عاد فيه قلب للزغاريط؟ ما كفايه عيا عمك والهم اللي احنا فيه بسببك. معلش ان شاء الله هيبقى كويس ويقوم بالسلام، بس يلا اوام. شايفه يا مينا؟ شايفه؟ دخل وخرج ولا كاني واقفه. يا بنتي اصبري عليه شويه، ده الصبر مفتاح الفرج. مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، بس انا مش فاهم مبروك على ايه؟ على جواز الدكتور صابر من صبحي. هما اتجوزوا؟ كلها دقيقتين ثلاثة إن شاء الله ويجوا معاهم المأذون لغاية هنا. مأذون؟ الدكتور صابر حلف بشرفك إن الجواز لازم يتم هنا في المستشفى، وده علشان يثبت لك حسن نيته. ومستعجل على الجواز ليه؟ ما كان يصبر لحد ما أعمل عملية. هو الحقيقة عايزك تعمل العملية وأنت راضي عنه. بيني وبينك أنا كنت زعلان منه، لكن دلوقتي حتى لو مت هموت وأنا راضي عنه. لا بعد الشر عليك يا حاج، دي عملية بسيطة جدا لدرجة ان انا هخلي الدكتور صابر بنفسه يعملها لك. صابر؟ وده معقول ده يا دكتور؟ وليه مش معقول؟ انا بخاف منه هو بيديني الابره. فكرتني بالمرحوم ابويا، عمره ما كان عايز يصدق ابدا ان انا بقيت دكتور. اتفضل اتفضل يا مولانا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لا مؤاخذه يا عم الحاج، اوعى تزعل مني، ده انا كل ملكك. معقول يا ابني ازعل منكم؟ أنا بكرة أقوم بعافية إن شاء الله وأفرح بيكم وتخلفوا صبيان وبنات وتعيشوا في التبات ونبات. هو الدكتور صابر هنا ولا إيه؟ أنا شايفة عربيته بره. موجود في أوضة عامة يا فندم. متشكرة. الشاهد الأول في هذا الجواز الدكتور جلال. وماله، أنا تحت أمرك يا حاج. بطاقة يا دكتور. حالا هجيبها من المكتب وأجي لحضرتك. اهلا، كويس انك جيتي. الدكتور صابر جوه؟ سيبيه دلوقتي وتعالي معايا. خير في ايه؟ تعالي بس عشان عايز. في شوية أدوية أنا كنت جايبها لعم الدكتور صابر ونسيتها في المكتب في البيت. أدي أساميها وأرجوك تجيبها لي. يعني إيه؟ لسه هرجع مصر الجديدة تاني؟ معلش، أدوية دي مهمة أوي بالنسبة لي وأنا تعبان شوية. حاضر. بس ما تخليش الدكتور صابر يمشي احسن انا عايزاه. لا هخليه يستنى. متاخريش عليا. اتفضل. قال البطاقه وخلصونا بقى من الهيصه دي علشان الحاج صحته مش مستحمله. انا جاهز. واحنا جاهزين. الفاتحه للنبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. بس قلب استريح. مبروك يا دكتور، مبروك يا صبحي. الله يبارك فيك يا نين. بقول لك ايه يا دناي، تغلبيه بالولاد يغلبك بالمال. طب اساسا انا نين عشان عندي مريض لازم اشوفه دلوقتي. ما تخليك معانا نزيط سوا. لا معلش مره تاني. معلش سيبه يشوف شغله، على كل حال احنا سهرانين. بقول لك ايه يا دكتور، ما تعوقش علينا. عن اذنكم. اتفضل الادويه اهي. امال الدكتور صابر فين؟ راح يوصل الجماعه قريب. وازاي صحه عمه دلوقتي؟ الحمد لله، هي كانت ازمه حاده لكن قدرنا نتغلب عليها. يعني تفتكر في امل في شفاه؟ بيني وبينك الامل ضعيف جدا. ده صابر هيزعل قوي لو عمه ده جرى له حاجه.
اصله مرتبط بيه قوي. ليلى، ممكن اسالك سؤال شخصي شويه؟ طبعا يا خالد اتفضل. انت بتحب دكتور صدر؟ سؤال الاجابه عليه بديهيه جدا. طيب يا ترى هو بيحبك؟ اكيد طبعا، بس ليه الاسئله الغريبه دي؟ لا ابدا، مجرد سؤال جه على ذهني كده. هي انا مش عارف الحكايه دي هتنتهي على ايه. معلش يا خالد، ظروف العيا بتاع عمه مضايقاه شويه، بس هو حرام قاتل نفسه عشان يرضيك. تصور يا خالي، اداني النهارده مقدم الشقة حتة شقة تجنن على كورنيش المعادي، خمس اوض وصالة، هناخدها تمليك باربعين الف جنيه. ده انا حتى لغاية دلوقتي محتارة هفرشها ازاي. اكيد طبعا حضرتك هتساعدني فيها، والله انا مكسوفة قوي ومش عايزة اتقل عليك اكتر من كده. لا لا ابدا، انا تحت امرك في اي حاجة تطلبيها يا ليلى. بعد منظر عروسك اللي اتجوزها، ما دام حطيتي رجلك في حياته يبقى الله يغيظه، والحره ما تقبلش ضره، والاصيل اللي تطرد العويل، وكل شيء يتكتب الحيل. بس طولها واعرف مين هي وفين هي. نخلي نفر من حدانا يقتره ويعرف بيروح فين ويقابلها ازاي ويجيب لنا قرارها وسلسلها. بقالك كام يوم كده ماشي ورايا قاطرني؟ ها انا عمنا اتكلم قول لحسن اقطع عيشك. بصراحه كده ست صبحيه هي اللي مشاني وراك. صبحيه؟ اه بقى كده. صلي على النبي، صلي على النبي. افضل تعالي هنا. انت رايحه فين؟ انت مالك بيا؟ انت اللي مالك بيا. الله، هي اللي رايح جدك. انت ماشيه ورايا الراجل اسمه زعبوله ده ليه؟ انا ايوه انت. ما حصلش. أي معلومات عايزة تعرفيها عني سأليني أنا. أنا مش عايزة أعرف عنك حاجة. إذا كان يهمك تعرفي إن أنا لسه بقابلها. أيوه أنا لسه بقابلها. هو يا حاجة مش اتجوز بنتي، وده الطلب اللي أنت كنتي طالباه مننا. بس قلبه مش ميل لها يا عم الشيخ قطار. يا ستي إذا كان على كده بسيطة ما تحمليش هم. نكتب له طبق بدم الغزال يقربه منها ويدوبه في حبها. وانا تحت امرك في كل اللي تطلبه. وامتى هنجيب مهندس الديكور؟ شويه بس كده لما الحاج يطلع من المستشفى اقدر اطلب منه دفعه فلوس تانية. بيني وبينك ما دام استلمنا الشقه انا مش قادر اصبر عليها وهي كده، عايزينها مفروشه بقى. انا مستعجل اكتر مني. على كل حال اطمن، خالي هيساهم معايا. لا 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 ارجوك ما تجيبيش لخالي كثير عن الموضوع ده ابدا. طب ليه؟ ده حق من حقوقي عليه. كفايه الخدمات اللي عملها للحاج ومعلوماتك بقى. خالك ده اخلاقه عظيمه جدا جدا، سيبك في يوم من الايام تعرفي هو عمل لي ايه. عمل لك ايه؟ عمل لي جمال كتير قوي قوي، هتخليني افضل مدين له بيها طول العمر. اتفضل. عشان تلحقي تيجي قبل الزفت.
ياما ازاي بس عزفوني عليه وهو مش طايقني ماشي على وش الارض. اسمعيني يا صبحية، الطبق ده هتحط فيه ميه من بالليل والصبح تشربهوله عجينه. ازاي بس ياما؟ ايه الميه اللي بيعملي بيها الشاي؟ بس اسمعي، اديهولي بايدك اليمين وانتكليله كل مراد. خد حبيبي.
الفلاح وطبعهم احلى واجمل ومفيش كده ابدا اخلاق ونقاوى على الوجه الاجمل حلوين وسبحان الخلاق وطبعهم احلى واجمل ومفيش كده ابدا اخلاق ونقاوى على الوجه الاجمل وكفايه ذوقهم وادبهم خلوني دب بدبهم اوصف لي مين واشرح لي مين اوصف لي مين واشرح لي مين طعمين اوي 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 طعمين عاوز حاجة تانية يا سي صابر؟ نقطينا بسكاتك. Thank you.
قبل ما تدخل. ومفتاح الوديتك بينها جت هي والهكسوس. مبروك يا ست العرايس. الله يبارك فيك يا نانا. ان شاء الله تكوني بيضت وشي ووش ابوكي. يا صابر صابر صابر. ايوه يا ليلى. ايه يا صابر؟ انا حاسه ان اليومين دول انك مش طبيعي. ليه يا حبيبي ماشي دايما سرحان؟ ابدا يا ليلى، هي بس حته عدم استقرارنا دي هي اللي تعباني ومعكنين عليا حياتي. يا سيدي طول بالك لحد ما نجهز بيتنا. لا بس انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف من مجهول. لا قول انك خايف من عمك. عمك ده زرع جوه قلوبكم الجبن، علمكم الخوف. لا خلاص، عمي ما بقاش فيه خوف منه. انا شخصيا قررت اواجهه واواجه الموقف. عمي دلوقتي صحته اتحسنت وما بقاش فيه خوف عليه. لا اعمل معروف خليه راضي عليك لحد ما نخلص فرش الشقة. وانت يا بنتي ما عرفتيش لحلحيه؟ دي خيبة ايه اللي حطت عليكي دي؟ ده قفل مسكر يا نينا. والطبق السلماني ما شربش منه حاجة؟ هو ده حاجة عشان ادوبه له فيه. اه عشان كده بقى كان مقفل. طب هاتي الطبق وانا هدوبه له براد الشاي. وان شاء الله ساعدك هيكون عليه. بس بقول لك ايه؟ انت كمان لازم تلوني معاه وتنخشي. عندك يا دكتور صابر. ايه يا جدع انت عايز ايه؟ دب بالبقشيش واوعى تقول مفيش. خد. ايه ده؟ عشا ساغ؟ يفتح الله. انت شحات وبتتأمر؟ انت فاكرني ايه؟ الله يسامحك، سامحوه. انت فاكرني راجل على باب الله؟ حي حي حي. امال سعادتك ايه؟ وحياة الدكتورة ليلى ناخد 5 جنيه بحلو. انت ايه اللي عرفك بالاسم ده يا راجل انت؟ حي حي سامحوه واعتقزوه. انا في عرضك يا سيدنا الشيخ. هما جوزوك صبحي على الدكتورة ليلى. وسيادتك شايف ايه؟ شايف ورقة بخمسة. شايف. اتفضل 10 بحالهم اهم. الشيخ سعادتك اسم سعادتك ايه؟ محسوبك بنيوتي الشهير بقى طامش، وبكرة هجيب لك حجاب يفك لك كل العقد اللي عندك. شوف يا اخ طايش، انا تحت امر. أطامش أخويا. أنا تحت أمر سعادتك. يا ريت. بس الحجاب هيكلفك 50 جنيه. حي. شوف ما دام أنت واصل كده أنا تحت أمرك في كل اللي تطلبه. عايز حتة من قطر حرمتك ليلى. عينيا. وإمتى هتجيبهولي؟ أي وقت أنت عايز. تجيب لي قميص نومها وتبيتهولي تحت مرتبة صبحية ليلة واحدة قبل ما تجيبهولي. حاضر. أمرك يا بنيوتي. سافر يا صبحي. يسعد مساك يا صابر. العفو يا نينا، أنت تعبى نفسك معانا قوي. إزاي بقى يا ابني؟ دي خدمتكم واجبة لحد ما تتموا 40 جوازكم. انا عايز كوبايه ميه ساقعه لو سمحت. من عينيا صابر. لا انا عايزها من التلاجه لو ممكن. كوبايه الميه ايه؟ ساقعه؟ اه. اشربيها انت، انا هشرب شاي. عملت ايه؟ كل خير. الخادم بتاعنا هيجيب لكم قطرها لحد البيت. حق دي تبقى معجزه ولا كل المعجزات. حي حي حي. القطر هتلاقوه تحت مرتبتها. يا الليله يا بكره قميص نومها. يقبلك الحلاوه. لما تلاقوا القطر بتاعها هتهولي وتعالوا وهاتوا معاكوا باكوا. 100 يعني؟ 100 ايه يا حاجه؟ 1000. تحت امرك. تستاهل. بس
بس نلاقي القميص بتاعها لاجل ما نحرمه متاعها. كل وارد كل وارد. حي القميص. والله العظيم جبته وحطيته تحت المرتبة وقمت الصبحية ما لقيتوش. مش كده؟ صح. مش هو ده القميص؟ هو. انت جبته منين ده؟ حي سامحوه يا اهل السماح، جاهل ما يحلش، سامحوه. حي لا ده انت واصل قوي. عايز كل امورك تنحل وتبقى زي الفل؟ يا ريت. ابن باكو عيني. حاضر. ارمي بياضك. بس المبلغ مش معايا دلوقتي. مش مهم، هاته بكرة. شكرا. لا، خد القميص ده معايا، والجان هيلبس القميص ده الصبحية وحسك عينك تصحيها او تكلمها، ولازم تعرق فيه. مفهوم؟ مفهوم. وبعدين؟ من غير وبعدين هتنطعلك وتبقى زي الفل، واللي عاوز الجوازة تتحسب عليك. حي ما انا عرفت سر الجوازة دي. ان شاء الله. انا عندي شغل يا ابني. انت مش شغلك داخلي. انا اصلا كنت ناسي حاجه ورجعت اجيبها. يا ابني انت لسه عريس، واللي زيك ما يصحش يسيب مراته ويخرج ولو عنده شغل حتى. يا عم شغلنا ده رساله وبنأديها، ولما يكون في مريض محتاج لي ما اقدرش اتخلى عنه. المساله دي بالنسبه له مساله حياه او موت. ربنا يحنن عليك. يلا بعمل لك همه، انا عاوز اشوف مراتك بطنها قدامها مترين. انا متفق مع الصبحيه اننا ما نستعجلش في الخلفه. ليه يا ابني؟ لا سمح الله، خايف تخلف مش هتلاقي تاكل درك. لا يا حاج الحمد لله خير ربنا كتير. امال ايه؟ العيال هيخلفونا بدري. يا سيدي خلي فرم علينا احنا. اللي تشوفه يا حاج. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، هو الجواز يبقى له طعم الا من خلفه؟ عناية يا حاج. يلا يلا الجدع، هات لنا كام عيل يا واد. عيل صابر، الحالة اللي ولدتها دلوقتي جات لها حمة نفاس، من فضلك تيجي معايا أحسن، الحرارة بتاعتها عدت الأربعين بثلاث شرط. يلا بسرعة. عظيم، الحرارة ابتدت تنزل. كويس أوي، نص ساعة كمان ونديها الجرعة التالتة. نص ساعة؟ طب متهيألي حبيبي تروح أنت، النهار خلاص طلع. براحتك. صباح الخير. يلا يلا حبيبي. يلا يلا. صباح الخير يا عم. اهلا يا دكتور، ربنا معاك ويقويك على صغر الليالي دي. والله شغلانه متعبه قوي قوي. انت اللي اخترتها بنفسك، ما حد زنقك عليها. خش نام استريح شويه، ولما تصحى فوت عليها في المحل عشان عاوزك. مع السلامه. يا كريم اطلع يا ابني. صباح الخير يا صبحي. حضرتك؟ يا ريت. استغفر الله. لا لا بلاش حكايه الجزمه دي، انا هقلعها. Thank you.
عليك يا عم الحاج. اهلا يا دكتور. تحت امرك. جاي وفتح صدرك وعاوز تخش في الموضوع على طول؟ انا اصلي مستعجل وعندي عياده. حلو، ما دام عندك عياده نخش في الموضوع. انت عيان يا ابني؟ لا ابدا. ليه في ايه؟ ما هي عدم خلفتك دي يا من عنا يا اما في عنا. لا ابدا ما فيش، كل ما في الامر ان احنا بنستعمل الموانع الطبيه. لا خليك صريح معايا يا دكتور، اذا كان الطب بتاعكم ملوش في الموضوع ده فانا عندي وصفه عاملها جدك الكبير ما تخيبش ابدا، بس ما تقولش لعدوك عليه اعمل لك منه حق. تعمل يا حاج. لا لا، ما انا عملت اهو. خد سنه صغيره على راس الكبريت هتخليك زي الجن، بس ما تكترش منه. ازاي الحال دلوقتي؟ الحراره رجعت لها تاني. زي بالظبط. ايه يا صابر، هو ده وقته؟ ليلى. الله، ايه اللي جرى لك؟ ليلى مش قادر، انا متشحطط كده. ارجوك سيبني دلوقتي، هتودينا في داهيه. شهر في اسكندريه. على خيرة الله، يبقى تاخد مراتك معاك وتنزلوا في شقه اسكندريه. لا ما اقدرش الحقيقه اخد صبحيه معايا عشان ستك عارف السفر ورجرجه العربيات. تفتكر كده يعني؟ طبعا، لان السفر ممكن يبقى متعب على الجنين ويقلقه وهو في بطنها. احضر لكم الغدا يا بنحك. لا، حضر الشنطه لجوزك عشان مسافر لمده شهر، عنده ماموريه في اسكندريه. نينا تحضرها له، اصل انا تعبانه ومش قادره. ليلى، ليلى. ايوه يا صابر. غير هدومك ويلا بينا. على فين؟ هنروح الشقه الجديده، انا خدت اجازه شهر بدون مرتب عشان اتفرغ لك. وبعد كده؟ يا ستي بعد كده يحلها 100 حلال، نتفاهم شويه شويه مع الحاج. انا خلاص بقى زهقت من العيشه دي. انا اللي ما زهقتش. Yeah.
كلام يا حبيبتي. انا لغايه دلوقتي حاسه اننا غرب عن بعض. لا بعد كل اللي عملته ده عشان تقولي لي غرب عن بعض؟ طبعا، ما انت مشغول عني على طول. ليلى بعد ما خدت الاجازه دي عشان تقولي لي مشغول عني؟ ليلى ليلى حبيبتي احنا لازم نضحي، ضحي شويه عشان خاطر سعادتنا. انا بضحي بضحي بس يكون في علمك ده كله على حساب اعصابي. انت خلاص من هنا ورايح ما انتش طالع من بيتك ده تاني ابدا. نظر انها طبلت لاني لا هطلع لا من هنا ولا من هناك. معقوله؟ معقوله يسيبني وانا على وش ولادها كده ويروح لها هي؟ يا شيخ يا شيخه ما تظلميش الراجل ده في اسكندريه. في اسكندريه؟ طب اسالي عليه كده بقى في المستشفى؟ والله فيه. استني انا جت لي فكره، بدل ما تسالي عليه هو انا هسال عليها هي. ليه قلت الدكتوره ليا؟ ادخل. افندم. صباح الخير يا ست الدكتورة. صباح النور. باين عليكي تعبانة. طب اتفضلي اتفضلي استريحي على السرير. بقول لك ايه؟ نعم. خليها تكون عملت فيها حاجه جوه. ربنا يستر. الجنين كويس بس انت محتاجه لشويه رعايه. وماله؟ انت بكريه مش كده؟ ايوه. كان في دكتور تاني بيشرف عليكي قبل كده؟ لا. بقول لك ايه يا ست الدكتور؟ افندم العيل ده انا مش عايزاه يا دكتور. يعني ايه مش عايزاه؟ سيئ عليك النبي لا تستري عليا وتنزليه. احسن فتحتي هتبقى بكلاكي. انزله يعني ايه؟ يعني تريحيني منه. انت مجنونه؟ طيب خدي هديك كل اللي انت عايزاه. الحاجات دي ممنوعه. يعني ايه؟ طب والبنات ده انا هوديه فين؟ طلعني منه وشافوه هيقطعوني حتت. اسفه ما اقدرش. انا ما اقدر اساعدك. قولنا بس مين ابوه واحنا نحاول نتصل بيه ونتفاهم معاه. ابوه سافر وسابني ليس في غلبي لوحدي، واذا ما رحمتنيش منه انا هموت نفسي وارتاح من الدنيا كلها. غلط الكلام اللي بتقوليه ده يا شاطره. غلط؟ ما دام ابتدينا بالغلط يبقى كل غلط في غلط. اوعي تفكري في الموضوع ده. طب اعمل ايه؟ قولي. طب وريني. في حلول كتير قوي، بس لما تولدي ان شاء الله ممكن نبقى نسلمه لاي دار حضانه. هناك هيربوه ويرعوه، مين عارف يمكن تتصلح امورك مع ابوه في يوم من الايام. توعديني بكده؟ اوعدك. تبقي تيجي تولدي عندي ان شاء الله وانا هحاول اساعدك على قد ما اقدر. ولواني ابتديت اكاكي من كتر اكل البيض. انما تسلم ايديك يا ليلى. انا عايزه طباخ. بصراحة بقى أنا ماليش تقل على الطبيخ. خلاص بكرة نعمل إعلان في التلفزيون نقول مطلوب طباخ يجيد طبيخ أي حاجة في الدنيا ما عدا البيض. على فكرة أنت ناوي تقابل عمك إمتى؟ إن شاء الله قريب. أنا عايزاك تاخد موقف وتواجهه باللي أنت عايزه. حاضر يا ليلى. أنت دلوقتي ما بقتش محتاج منه أي حاجة. يا ليلى أنا كنت خايف على صحته. هو صحته بقت زي البوم. طب انت ليه عصبية كده؟ انا مش عصبية. كل ده مش عصبية. الله انت لسه بتنقلي انا عصبية. تصرفاتك بتقول كده. انت اللي عصبي ودايما قلقان، ويمكن عصبيتك دي اللي بتخليني دايما متوترة. انت بتعذبني بقلقك ده يا اخي. طب خلاص خلاص ايه دي وبلاش تشخطي فيا. انا حاسة انك مش ملكي، دايما مش معايا. الله ينعل ابو دعيشة، كل اللي بعمله ده عشانك وبرضه مش عاجب؟ ده ايه الذل ده؟ خدعتني وما كنتش صريح معايا لما اتجوزتني. كنت عايزاني اقول لك ايه يعني؟ تقول لي انك شربت خرج مع اهلك. اخرسي. لا ايه؟ اخرس؟ وكمان هتمد ايدك عليا؟ داخل لا بيه ولا عليه، باص اللي انا قدام عينيه، راح حاطط ضلو في سنانه وقال يا فاكيه. ان شاء الله هطلع النجيل الاخضر على عينيه وعينين اللي جابوها. ما دام عرفت طريق خطفت الرجاله
اللي شكلها هادي وصفوان. يا حسرة أوصفنا فيها إيه؟ حاجة كده ما تتنزلش بالضب وكلت على عد. أنا مش فاهمة هو بقالي فيها إيه؟ يا دكتور صابر ليلى معذورة خايفة منك، من حقها عليك إنك أنت تطمنها. أنا عملت لها أحلى شقة في الدنيا. شقة إيه بس؟ تفيد إيه بالشقة لو حست إنك أنت غريب في هذه الشقة؟ أيوة دي مرحلة مؤقتة. اسمع يا صابر، ما أقول لك عمل بقاله أكتر من 10 أشهر دلوقتي عامل العملية. تهيألي نصيحته تسمح قوي بإنك أنت تفتحه في الموضوع. أيوة بس أنا خايف. لا ما تخافش عليها. أنا خايف منه. صابر أنا عايز أقول لك حاجة، أنا ساعدتك لما حسيت إنك أنت محتاج لمساعدة. دلوقتي عمك اظن صحته تسمح قوي انك انت تروح له وتفتحه في الموضوع. اروح له ما اروحلوش ليه؟ يا رب يا رب انت حب السلامة يا رب يا رب. لا حبيبك حاجة هدي مال يا حاجة، إن شاء الله هتقوم بالسلامة. ما أنا هادية يا أخويا، ما أنا هادية. يا ما أنت كريم، يا ما أنت كريم. مبروك، جبتي ولد زي القمر. ألف مبروك يا حاجة، ألف مبروك. لا انا يعني فضلت بكره اكون رتبت افكاري شويه كده حتى اكون استعديت لمواجهته. انا متاكده ان بكره هتخاف تقابله، هو برضه هتاجل المقابله لبعد بكره. لا يا روحي اوعدك ان بكره هيبقى اخر ميعاد. على فكره نعم. البنت اللي كنت قلت لك عليها جت عندي النهارده وولدتها. انهي بنت؟ مش فاكرها. الو كلمي، عايزينك في المستشفى. يا رب ما يكونوش عايزيني في حاله مستعجله. الو يا خبر، هربت وسابت العيل؟ ده كلام ده؟ معقول ده يحصل وانا مش منبهه عليكم؟ تخلوا بالكم منها هي بالذات. وايه الحكايه؟ طيب مصيبه كبيره، البس وتعالى معايا بسرعه. الست اللي ولدتها النهارده سابت العيل وهربت. هربت؟ دي مسؤولية قانونية ولازم نبلغ البوليس. لا بوليس ايه، استني بس شوية. انت تعرف اي حاجة عن الست دي؟ لا معرفش. الحمد لله. ارجوك انا في مشكلة وما تسيبنيش لوحدي، يلا بسرعة. هو ده الطفل اللي سابته امه. طب اتفضلي انت. دكتور جلال، أنا عايز أعترف لك إن الولد ده ابني. أنا خلفته من بنت عمي. طب ما قلتليش ليه كده من الأول؟ مش كده لازم ألحق ليلى قبل ما تبلغ البوليس. أنا هاخد الولد البيت. حضرتك أبشرح لها الموقف لأني مش هقدر أواجهها. دكتور صابر، متهيألي بعد المولود ده تبقى المشكلة كلها اتحلت. وبنت عمك بقت أولى بيك. أنت شايف كده؟ معلش يا دكتور أنا آسف. الطبيعة هي اللي حطت الحل المناسب لمشكلتي. دلوقتي بقى في طفل ابني، واي اب في الدنيا لازم يضحي عشان ابنه. عن اذنك. كده يا سبحية يا بنتي، دي عاملة تعمليها؟ حد يسيب باباه؟ الولد جعان، خدي سم عليه ورضعيه. معلش يا دكتور،
سامح الصبحية في العملة اللي عملتها؟ حب تقطع العرق وتسيح دم؟ خلاص يا نينا، احنا اولاد النهارده مفيش داعي نقلب في الماضي. بس ارجوكم محدش يجيب سيره للحاج عشان يفضل راضي عني. يعني انت مسامحتي يا سي صابر؟ مين يقدر على زعل الست ام احمد؟ بس انا لسه واخده على خاطري منك. معلش حبيبتي، الايام لوحدها كفيله انها تصلح الاخطاء اللي انا ارتكبتها. سيرك تسامحيني وترضي عني. سي صابر انا عايزه ادخل كليه الطب عشان ابقى دكتور، عشان ما فيش حد يبقى احسن من حد. معقول الكلام ده؟ ليلى حبيبتي، كل انسان في الدنيا معرض انه يخسر جوله في حياته، وانت دلوقتي الحمد لله بقيتي دكتوره واستاذه فلك. زعليش الف من يتمناكي. هي بشرتني معاك، ده انا حطير من الفرح. احمد الصغير واصحى يا جدعان. طب خد سمي عليه يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الاكاده طالع شبهي. عملتها يا ابن الايه؟ معلش، على قلبه زي العسل.